مشاهدينا الكرام متابعي قنوات الكاس اينما كنتم، الامر نفسه ينطبق على الغرافه الذي يبحث هو الاخر عن نقاط، يسعى بكل تاكيد الى ان يستمر بنفس الاسلوب ويستمر ايضا بمواصله انطلاقه منافسات بطوله الدوري في هذا الموسم عن طريق اللاعب وحارس المرمى قاسم برهان، حارس مرمى نادي الغرافه. بدايه جيده، لان بالمقابل تشكيله الايطالي استراماتشوني تعتمد على قاسم برهان في حراسه المرمى. بو الفضيل وبولايا ومهدي تهرات وياسين ابراهيمي، اربعه لاعبين جزائريين موجودين في تشكيله الفريق. اسلم توختا جايف هم يلعبون في هذا اللقاء، وايضا هنالك لاعب جزائري اخر الذي يظهر امامنا الان. انطلاقه جزائريه تاتي عن طريق ياسين ابراهيمي، محاوله المرور والتقدم، ياسين 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 امام نادي السد، والتي انتهت بانتصار غرفاوي بهدفين مقابل هدف واحد. كره بمحاوله ملعوبه في الجهات اليمنى الان، عرضيه من بولاية داخل منطقة الجزاء، البحث عن التقدم، عادت المحاولة من جديد، ملعوبة داخل المنطقة الآن، والكرة الرأسية المهم أو أن هنالك قرار يعلن عن وجود راية وخطأ لمصلحة نادي وكنعاني، بالإضافة إلى اللاعب الآخر اللي هو شجاع خليل زادة، هما الاثنين اللي راح يكونون من ضمن الأسماء المدعوة للمشاركة في كأس العالم لاستضافة بطولة كأس العالم. كرة بمحاولة ملعوبة الآن عن طريق سفسر بي نيبوشا مدرب النادي الأهلي، الرجل الذي واصل رحلته مع النادي الأهلي ويسعى بكل تأكيد أيضا إلى الوصول إلى المربع والاستمرارية في المربع من خلال منافسات بطولة الدوري في هذا الموسم. كرة فيها صافرة موجودة وخطأ يأتي من لمصلحة ياسين. نعم، هذا التدخل اللي كان من سفيان هني من المصيبة بقطع في الرباط الصليبي قبل عدة أيام من الآن. نسأل الله العلي القدير أن يتشافى بأسرع وقت ممكن وأن يعود لممارسة كرة القدم في أسرع وقت ممكن. كرة بمحاولة عن طريق اللعب، أشار إلى استمرارية اللعب، تعود المحاولة من جديد الآن، كرة بمحاولة وانطلاقة من الجهة اليمنى، عرضية تأتي داخل منطقة الجزاء، طالع بالفضيل ووصلت عند حسن نعيم. هذا بولايا، بولايا هو اللي لعب، يعيد الكرة، وصلت بعد ذلك إلى فريد بولايا، انطلاقة تأتي عن طريق سيف الدين، عرضية من النادي الأهلي صاحب 28 سنة، منطقة الجزاء رأسية لكن إلى خارج، تصل إلى خارج أرضية الميدان، والمحاولة بعد ذلك من خلالها يأتي القرار حكم المولة مرمى. نعم، الكرة طالت إطاري الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري لمصلحة اللاعب ياسين إبراهيمي، النقبة الكاميرون من أجل الوصول إلى نهائيات كأس العالم. هذا التدخل شيخ أبو بكر محمد، بينما هنا الجماهير الجزائرية الميدان من خلال أحداث هذا اللقاء، وبكل تأكيد يعني رقم كبير وحضور لاعبين الجزائريين في دورينا، كانت حاضرة بشكل مميز لياسين إبراهيمي وبغداد بنجاح في المواسم الماضية عندما توجوا ببطولة قبل الهداف في بطولة حتى نادي الغرافة هنا في هذا اللقاء، ومن خلال الدقائق الأولى في شوط المباراة الأول، لكن ليس بتلك الأفضلية المطجة من خلال هذا اللقاء. صحيح ان العدد قليل، لكن اسمع اسمع التاثير، اسمع التاثير، جاءوا من اجل المتعه، تشجيع ابناء بلادهم على التالق في مباراه اليوم سيقام في هذا الملعب بحق في هذا اللقاء ومن خلال هذه المواجهه. لا زلنا في البدايه ولا زلنا على مستوى احداث شوط المباراه الاول. اسمع جمهور الجزائر، اسمع الصخب الذي يحدثه الجمهور الجزائري الحاضر في مدرجات بطولة الدوري. الحضور الجماهيري في هذا يعني بالرغم من غياب اللاعبين الدوليين، لاعبين يعني مع العتب الموجود اليوم على وجه التحديد على جمهور الغرافة الفريق. احنا نعتب على الجمهور الذي يغيب عن هذا اللقاء، الغرافة بجماهيرية الآن يتقدمه يسجل أول أهداف اللقاء من الجهة اليمنى، وعرضية إلى داخل منطقة الجف الدين. هذه اللقطة، هذه المحاولة أمامية مثالية جدا، وبعد ذلك العرضية 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 العرضية، لا 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 لا, لا. أول أهداف، شوف اللقطة مثالية جدا من بالفضيل. السنين العجاف التي سيطر من خلالها نادي الإتحيل ونادي السد على لقب بطولة الدوري، بطولة الدوري كانت من نصيب الإتحيل، سبعة ألقاب لنادي الإتحيل
وإعادة من خلالها عدد ألقاب نادي الغرافة المسجلة. يسير بالأمور أو يسير بالمباراة بشكل مميز جدا. إلى الآن ياسين إبراهيم لم يظهر في مباراة اليوم، لم يظهر في هذا. الآن إيطاليا في موسم 2012-2013 عادت، الآن تحولت لنادي الغرافة، وصلت عن طريق ياسين إبراهيمي، لازالت مستمرة وقائمة. كرة بمحاولة ملعوبة الآن على مشارف في منطقة الجزاء، تمريرات ما بين اللاعبين الجزائري. من قادري تحولت في الجانب المقابل، عادت مرتدة سريعة لمصلحة نادي الغرافة، تدخل بتوقيت مثالي، وصلت إلى رمية التماس الغرافة. هذا ياسين إبراهيمي هدف في المواجهة. وعندنا بعد نهاية هذا اللقاء أيضا لدحيل الكرت الأحمر. لا مثل هذه الردود الأفعال، بينما هنا الآن صافرة موجودة وخطأ، محاولة ملعوبة، تسديدة تأتي، وصلت قادري، لا 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 يجب الإشارة والأخذ بعين الاعتبار. لكن بعد هذه المحاولة الآن كرة عن طريق اللاعب سفيان هني قادري، لمسة تعود مرة أخرى إلى مصلحة سفيان. أوهو، يا عاد الحياة لهذا الهدف. سفيان مر، تقدم، حاول، وصل، سدد. أوهو، يتقدم الأهلي بنتيجة المواجهة ويسجل الهدف الثاني. تقلب الطاولة رأسا على عقب اللقاء وتتبدل الأحوال. وبعد ما كان الغرافة تلك المواجهة، وذلك كان لآخر مرة تظهر فيها لقاء نتيجة 2-1. لكن متى آخر مرة فاز الأهلي 2-1؟ جريات مواجهات بطولة الدوري. ومشعل عبد الله غير سفيان وغير مشعل، ما هي وأن لعبت لنادي الغرافة في الأهلي ولعبت للفريقين، وأن ارتدى قميص للفريقين. كرة بصافرة موجودة وخطأ يأتي الآن، محاولة وتسديدة، لكن أيضا على هي المحاولة تعود من جديد البحث عن التعديل قبل نهاية أحداث شوط المباراة. داخل مميزة جدا، كرة بمحاولة بالرغم من النقص العددي. للتذكير الغرافة وخليل زادة هم جدا، سنتحدث عن الناحية الدفاعية مع الأهلي. كرة بمحاولة، وأقوى خطوط الدفاع هو النادي العربي اللي اهتزت شباكه مرة وحيدة فقط في المباريات الأربع الماضية في خمس مباريات خلال منافسات بطولة. دخل مع النادي الأهلي خلال شوط المباراة الثاني، ويتضطر الآن إلى أن يستبعد اللاعب بعد أقل من خمس دقائق في أرضية الملعب. له أدوار في أرضية الملعب، وهذه من الأشياء التي تجعل علي قاسم برهان يتصدى للكرة وللمحاولة المضطر من أمام المرمى لتستمر الأمور. المباراة الثانية الأمور الآن فيما يخص الأسماء اللي موجود، عبد الرشيد إبراهيم، وكرة بعد ذلك تحولت عند حارس المرمى قاسم برهان. أبرز أسباب النتيجة المساهمة ياسين إبراهيم. كرة بمحاولة الآن خطير على مشارف منطقة الجزاء، فرصة 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 وتسديدة على بداية شوط رقم 12 قادمة. لكن أعتقد شخصيا بأن الغرافة قادر على أن يتجاوز مسألة النقص العددي بمهارات لاعبيه في أرضية الملعب. كرة بالشكل المطلوب و غرفاوية في منتصف في ملعب المواجهة إلى رمية التماس في ملاعب المونديال. لكن الكرة بمحاولة الآن من أجل التعديل، يا سلام، لا زالت مستمرة. حلوة 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 غرفاوية، أوهو، خطيرة جدا، قريبا من الوصول إلى التعادل. بولفوضيل سدد. زادة كان فعلا شجاعا في الكرة، محاولة الغرافة لتستمر الامور بهدف من بطوله الدوري. كره بمحاوله ملعوبه الان في الجهه اليمنى. الان الجوله السابعه، رحنا الاهلي في شوط الحائط البشري، وتحولت بعد ذلك الى داخل منطقه الجزاء. لا 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 يسجل الان الثالث من خارج المنطقه احسين. اوهو، قاسم مرخر في العوده
مسألة توجيه الحائط الموجود، وبالتالي استغل ذلك كالعادة. تعود المحاولة الرأسية ملعوبة، محاولة والرأسية بعد ذلك من بالفوضيل. 3-1 اللقاء، وممكن أن ترسم سيناريوهات أخرى غير تلك. بخمس جولات منصة الدوري كرة لا زالت مستمرة وقائمة، وصلت إلى ياسين إبراهيمي. ياسين إبراهيمي، ياسين إبراهيمي يلعبها بشكل مثالي جدا. مولاية وصلت إلى ياسين وتسديدة عادت خطيرة 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 خطيرة. أوهو، مرت هذه الكرة لنادي الغرافة. شوف مثالية راسية وتصدي من يزن نعيم. عبد الله سر الختم، عبد الله سر، لكن اوه اوه يا اسحاق. أوه. كما نادي هوفنهايم لمدة 3 مواسم، ثم بعد ذلك الموسم الماضي مع هيرتا برلين، ثم الان مع نادي الغراف. منطقة الجزاء، تعود المحاولة من جديد جدا، وصلت الى سفيان هني، تسديدة لمصلحة الغرافة. كرة عن طريق اللاعب ياسين إبراهيمي، أمامية من ياسين إلى إسحاق، لكن بعد حاول تصل لمصلحة الغرافة من أجل التقليص. أوب، يبحث عن مساندة عبد الرشيد، أبعدت من أمامه الكرة. إسحاق بالفضيل يستعيدها، يلعبها إلى ياسين إبراهيمي. ياسين 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 ياسين، تأخر ياسين تأخر ياسين تأخر ياسين. لا زالت الكرة، وصلت إلى إسحاق بالفضيل على المرمى يزن نعيم. ملعوبة المحاولة، لكن عبد الرشيد إبراهيم، كرة بمحاولة في انطلاقة من ياسين إبراهيمي. ياسين دخل إلى منطقة الجزاء، يحاول الآن أول نقاط نادي الريان، وهو في المركز الأخير حاليا في بطولة القادمة، الجولة السادسة أيضا، اللي هي يعني كثير بالاستمرار. ربع ساعة أخيرة مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان. إلى ركلة مرمى. بسم الله في استاد خليفة. هذه كرة واضحة، قميص عرقلة. كرة بمحاولة الآن ليزن نعيمات، عرضية داخل منطقة الجزاء، فرصة فرصة من أجل الرابع، انتهت. لا 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 لا. الغرافة، وقرار سليم من حكم المباراة الحكم أدى، وأيضا تأمين وتسجيل أهداف أكثر فيما تبقى من أحداث في هذا اللقاء. حديث عن 13 دقيقة متبقية قبل نهاية الأحداث. كرة فيها إصابة، كرة موجودة وتدخل، خطأ خطأ قميص المري. استراماتشوني، هذه ال، وبالتالي خميس أشر البطاقة الحمراء على ياسين. ينذر وفرا في هذا الجانب، وفي الجانب الآخر يلعبها إلى ياسين إبراهيمي. إلى كرة إلى الشوط المباراة الثاني، ولا إلى تشكيلة الفريق. محاولة مرور، كرة أبعدت من أمام سيف الدين، عادت بعد ذلك إلى ياسين إبراهيمي، تحولت إلى خارج أرضية الملعب. ركلة أو خطأ خارج منطقة الجزاء، خطأ خارج منطقة الجزاء، هدف من كرة ثابتة، محاولة ملعوبة رأسية وهدف، تقليص الفارق. نعم، يسجل الغراف الآن ويضع كرة في المرمى ويقلص الفارق مرة أخرى. هذه الكرة، هذه المحاولة، هل هو سيف الدين؟ هذه لا 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 لا، عن طريق مهدي أو إسحاق. بالفضيل 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 يضع الكرة في داخل الشباك ويعلن بالفضيل، يسجل ويقلص أخيرا. 3 لمصلحة النادي نادي الغرافة. محاولة في منتصف في ملعب المواجهة، الكرة فيها استمرارية، سيشتعل اللقاء سيشتعل اللقاء. وصلت، عادت مرة ثانية إلى سطر طر، سيطرد. هي البطاقة الصفراء الثانية على جزئيات
بسيطة كما ذكرت قد تغير الأحداث وقد تبدل الأمور. يستعد للعودة بنتيجة. بالنسبة لنادي هذه اللقطة قيم ياسين من هذه الكرة يلعبها في الجول. لا 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 ياسين يتصدى. ياسين يبعد الكرة تصدى يزن نعيم لكرة خطيرة جدا، ثم عادت الكرة بعد ذلك من إسحاق بو الفضيل، ثم جاءت المحاولة تدخل الذي يأتي على اللاعب. ركلة الجزاء، ركلة راف الآن وقريبا من ياسين من أجل الفهود. ياسين الفهود إلى المواجهة تعود، وياسين يسجل التعديل بالقدم اليمنى في شباك حارس المرمى. يزن يعلن عن التعادل، يعلن عن التعادل 3-3. وضعية الفريق هنا في هذا اللقاء. الغرافة من أجل الرابع، الغرافة من أجل الرابع. مرة أخرى وصلت إلى ياسين إبراهيمي، محاولة مرور من الجارحي داخل منطقة الجزاء خطيرة. أقرب لنادي الغرافة لنقاط ثلاث، ومن أجل الوصول إلى النقطة العاشرة تصل إلى ياسين إبراهيمي. ياسين الآن يبحث عن التقدم والمرور، ياسين يبحث عن عرضية داخل منطقة الجزاء. ياسين يلعبها، أصاب هذا السيد في مدرجات استاد الثمان. الوصول إلى الهدف الرابع، الغرافة الآن صاحب اليد الأطول في هذا اللقاء. كرة بمحاولة ملعوبة الآن لمصلحة نادي الغرافة، وصلت عن طريق إسحاق بو الفضيل أو هذا تصل لمصلحة الغرافة الآن، وانطلاقة من الجهة اليسرى البحث عن سيف الدين. الكرة تصل إلى ياسين وبعدت. نلتقي بحول الله في مواجهات أخرى تجمعنا.